بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في درس جديد من سلسلة دروس الجافا. في هذا الدرس بنكمل على الـ if statement، وهذا هو الجزء السادس اللي راح نتكلم فيه عن الـ multi-way selection. الـ if statement المتداخلة واللي نقال لها nested if عبارة عن if statement داخل if statement ثانية، وهذه الـ if statement الثانية إما إنها تكون موجودة داخل الـ if body، يعني الـ if body الجزء اللي تابع الـ if مال true، أو إنها موجودة داخل الـ else body اللي هو الجزء مال الـ else. ومن الممكن كذلك إن تكون أو يكونون جزء منهم أو واحدة موجودة داخل الـ F body والثانية موجودة داخل الـ S body. في المثال هذا موجودة الـ F الثانية داخل اللي هي جزء الـ true اللي هي جهة الـ F body. لو رحنا المثال الثاني، هذه الـ F statement الثانية موجودة جهة الـ false، يعني جهة الـ else body. لو رحنا شفنا المثال الثالث اللي هو ثنتين، واحدة عندنا جهة الـ F body جهة الـ true، واحدة جهة الـ else body اللي هي جهة الـ false. نرجع حق الأولى. في هذا المثال أنا عندي F، الـ F جوابه يا true يا false، فالـ F هذه إذا كانت true هم بسأل سؤال ثاني، وإذا كان true بعطيه مثلا statement 1، ممكن أكثر من statement، أو إذا كانت false راح أعطي الإجابة اللي هي الثانية statement الثانية يسويها. هذا متى ينفذ هالأشياء؟ إذا كانت هذه صح، وإذا كانت هذه صح ينفذ هذه، إذا كانت هذه صح وهذه خطأ ينفذ هذه. زين، إذا من الأصل هذه مو صح، خطأ، إذا ما راح ينفذ لا الواحد ولا الاثنين، راح ينفذ الثلاثة. إذا عندنا في هذه الأشياء راح ينفذ واحدة من هالثلاثة هذه، ما راح ينفذ أكثر من واحدة، راح ينفذ واحدة من هالثلاثة، وبناء على الشرط اللي عندنا راح يكون ينفذ واحدة منهم. فالشكل كتابتها نقول له if boolean expression 1 الأولي هذا، إذا كان هذا بعد ما أسأل السؤال إذا كان صح راح يدش داخل. هني داخل عندي جملة واحدة أكتبها، فكتبت الـ if statement، والـ if statement هذه هي كلها جملة واحدة. لكن إذا واحد مو عارف ولا مو متأكد ولا يعني بيكون أضمن، ممكن يحط يعني الـ brace بداية فتحة الـ brace هني وسكر الـ brace هني أو سكره هني. فأقول له بالثانية إذا كان boolean expression 2 هذا سو الـ statement 1 إذا كان صح، وإذا كان خطأ روح سو statement 2. هذا إذا كان الاكسبريشن الأولي صح. لكن إذا الاكسبريشن الأولي مو صح يروح حق الألس مالتها، وبالتالي يروح ينفذ الجملة الثالثة اللي موجودة عندي. وبعد ما يخلص من تنفيذ أي واحدة منهم راح ينتقل إلى الجزء اللي بعد الأف، وراح ينفذ الستيتمنت الرابع. لو رحنا للمثال الثاني، قبل ما نروح للمثال الثاني ناخذ example. هني عندنا example، إذا كان N1 أكبر من الصفر يعني هو موجب، روح تشيك وهل الـ N1 إذا قسمناه على 2 ما في باقي، يعني هو even، يعني هو زوجي. فإذا كان أكبر من الصفر موجب ويقبل القسمة على 2 بدون باقي يعني even، فطلع رسالة ترى هو موجب و even زوجي، فأقول له positive even number. إنزين، إذا هو أكبر من الصفر لكن لما قسمناه على 2 ما يساوي صفر، يعني هذا خطأ، فبدال لا يروح ينفذ الجزء اللي هني يروح ينفذ اللي موجود وراء الألف مالتها، فبالتالي ينفذ هذه فيقول لي positive لأنه هو أكبر من الصفر. للحين إحنا في الجزء مال true مال هذا، لكن بدال لا يكون even راح يكون odd number. زين، الحالة الثالثة إذا كان الـ N1
مو أكبر من الصفر معناته أقل من الصفر معناته هو negative number. بهالحالة هذه أنا أعرف أنه هو negative لكن ما أعرف أنه هو even أو odd لأن ما سألت سؤال هني أشيك على الـ even والـ odd. نروح يعني الشكل الثاني من أشكال النستد F اللي هو مثل ما ذكرنا أن تكون الـ F الثانية داخل الـ else، داخل الـ else أو داخل جهة يعني اللي فيه false، فداخل الـ else body. وهذه هذا الشكل هو اللي عادة يكون أكثر شيء تواجدا، أكثر شيء يكون تواجد بالشكل هذا. طبعا احنا لما نتكلم هذا الحين بدايته، لكن ممكن حتى هني داخل في الجزء مال الـ else هذه ممكن أحط شرط ثاني وأكمل، وممكن أحط أكثر من شرط. فعادة الشكل هذا هو اللي أكثر ما يطلق عليه if else if else بالشكل هذا. فالطريقة مالته تكون if boolean expression 1 إذا كان صح نفذ الجملة هذه وخلص، إذا ما كان صح روح اسأل سؤال مرة ثانية، حط لي سؤال ثاني مرة ثانية هنا. فدور هذا، إذا كان صح حل المسألة statement الثاني سوها وخلص، إذا كان غلط فروح الجزء هذا وخلص، حط لي الستمنت الثالثة ويطلع برا. طبعا ممكن مثل ما شرحت انه ازيد هنا، فعادة الزيادة في الشكل هذا تكون في جزء الـ else، فممكن احط شرط ثاني، فبالتالي هنا ممكن بدالها لا تنتهي else اكل else if وبعدين تصير else واحدة ثانية عقبها. يعني هذا الشكل او الطريقة الثانية. عندنا ناخذ مثال اول، فممكن نكتب إذا كان الـ n1 أكبر من الصفر، الـ n1 أكبر من الصفر فراح نقول له n1 ترى هو موجب. else إذا كان الـ n1 أقل من الصفر معناته الـ n1 هو سالب لأن قيمته أقل من الصفر. إنزين إذا لا هو أكبر من الصفر ولا هو أصغر من الصفر وين راح يروح؟ راح يعطيني الرسالة هني ترى يقول لي الـ n1 يساوي صفر. لكن هذا المثال ممكن عادة يكتب بطريقة أحسن اللي نجمع بين الـ if والـ else في سطر واحد، فتصير else if ونحط السؤال هني، فعادة شكلها يصير بهالطريقة هذه، يعني الناس تعرفت عليها أنها تنكتب بالطريقة هذه وتكون أوضح من كتابتها بالطريقة هذه إذا كانت الـ if يعني في جهة الـ else. فنفس الشرط هني كل اللي سويناه جمعنا بين السطر هذا والسطر هذا. المثال الثالث أو الشكل الثالث من أشكال نستد F اللي هي ممكن يكون عندنا سؤال في جزء الـ يعني الـ F body وسؤال ثاني في جزء الـ else body. طريقته إن هني عندي boolean expression وأقول له هني if boolean expression 2 سوي لي statement 1 أو else سوي لي statement 2. وفي الالس هني هذه روح نسأل سؤال ثاني، سؤال يعني غير السؤال الأول والثاني، سؤال ثالث، وإذا كان صح سوي لي statement هذه وإذا كان خطأ سوي لي statement هذه، وبكل حال من الأحوال ينفذ أي statement راح يطلع بعدها إلى الجملة اللي بعدها. ولو شفنا مثال على هذا هني مثلا أقول له إذا كان الجندر يساوي واحد، لو افترضنا مثلا واحد يعني يمثل مثلا ذكر واثنين يمثل أنثى، فأقول له إذا كان الجندر يساوي واحد وإذا كان يعني كان العمر أقل من 21 فإن يعني خلينا نقول التأمين بالنسبة له راح يكون 5% من قيمة السيارة، لكن إذا كان هو واحد والأيج مو أقل من 21 يعني 21 أو أكثر التأمين راح يكون 4%، لأن احتمال إنه مثلا نقول يسوي دعمات أقل فبالتالي نخفض له مثلا سعر التأمين. أما إذا رحنا في جهة الألس معناته الجندر مو واحد معناته مو ذكر، إذا راح يكون أنثى، وإذا كان أنثى شو نسوي؟ نقول له if age أصغر من 21 معناته هي أنثى وأصغر من 21 خلي التأمين 4%. طبعا
طبعا ليش التأمين بالنسبة حق الإناث أقل من التأمين بالنسبة حق الذكور اللي أقل من 21؟ لأن هم بعد كذلك هم يعني شركات تأمين عندهم أن الإناث أقل عرضة أن يدعمون من الذكور، بالتالي التأمين مالهم راح يكون أقل. الألس مالتها معناتها إذا كانت أنثى لكن مو أصغر من 21، أكبر من 21، التأمين راح يكون 3%. هني انا طبعا ما اتبعت الشرط اللي هو نقول الاف هذه نحطها مع الالف، لان الشرط هذا هو شرط داخلي، هو ما يتبع الشرط مال الجندر. لكن لو كنت بسال مثلا الف اف جندر ايكوال ايكوال تو، هني ممكن نحط الشرط. هني في مثالنا السابق اللي اخذناه كان الشرط اللي انا احطه هو متعلق بالاف ستمنت الاولى، لكن هني غير متعلق بالاف ستمنت الاولى، لذلك حطيته في مكان يعني سطر منفصل. هذا مثال تطبيق على يعني الشكل الأول اللي هو عندنا F داخل F، والF اللي داخل هي داخل الF body. فهني راح نقول إذا كان ال N1 أكبر من الصفر، يعني إذا كان موجب، وكان ال N1 لا قسمناه على 2 يساوي صفر، معناته ان ما في باقي، معناته انه هو even زوجي، فبالتالي طلع الرسالة انه هو positive و even number. وإلا إذا ما كان يقبل قسمة يعني على 2 بدون باقي، فبالتالي يقول لي انه هو odd، بالتالي هو في الجزء مال positive، بالتالي positive odd number. لكن إذا ما كان أكبر من الصفر معناته هو أصغر من الصفر، معناته أنه هو negative number، مثل ما شرحنا قبل أنه ما نعرف هل هو even ولا odd لأنه ما سألنا في الجزء اللي هني. فلو رحنا للكماند برومت نسوي كوبي هني، حافظ احتياطا، نروح حق الكماند برومت نقول له جافا سي، ونقول له paste dot java، نسوي كومبايل. خلاص بالنسبة للكومبايليشن نسوي رن، نمسح الدوت جافا ونروح حق السيم نمسحها. الحين لما يعطيني هذا راح ندخل مرات أرقام موجبة even أو odd، فبالتالي لو دخلت 6 راح يقول لي positive even، فقال لي positive even number. لو سويت رن مرة ثانية ودخل مثلا 3 فيقول لي positive odd، لو رحت ودخلت عدد سالب بس راح يقول لي negative، مثلا ناقص 1 فيقول لي هذا negative number، وبذلك ان البرنامج يشتغل صح. قدامنا المثال الثاني اللي هو عندنا f داخل f، والf اللي داخل هي موجودة داخل ال else body. داخل ال else هني نشوف ان في عندنا f وال else مالتها. فالسؤال هني يقول مثلا ان راح نشيك على ال n1، اذا كانت اكبر من الصفر راح نطلع ان هي positive، واذا كانت اصغر من الصفر راح نقول لان هي negative، واذا ما كانت لا اكبر ولا اصغر معناته ان هي زيرو، لأن لا هي أكبر ولا هي أصغر، إذا ما بقى الحل الوحيد إلا أنها بتكون صفر. فلو رحنا للكماند برومت نحاول نسوي رن حق هذا البرنامج، راح ندخل قيم 3، مرة أكبر من الصفر، مرة أقل من الصفر، ومرة صفر، عشان نتأكد من أن البرنامج يمشي صح. نقول له بيست، نقول له دوت جافا، ونسوي كومبايل. بعد ما خلصت كومبايليشن نطق السهم لفوق، نمسح دوت جافا، نمسح السي، ونسوي رن. راح ندخل مثل ما قلنا مرة أكبر من صفر، مرة أقل من صفر، مرة صفر. ممكن أدخل صفر هالمرة قبل، راح يقول لي صفر اس زيرو. ممكن أدخل ناقص هالمرة، ناقص 4، فيقول ناقص 4 is negative. ممكن أدخل هالمرة البوزيتيف، فبالتالي أدخل أي رقم، 6، 6 is positive. وهالشكل شيكنا وانه قاعد يعطينا النتائج بشكل صحيح. قدامنا المثال الثالث اللي هو تطبيق على الشكل الثالث، اللي هو عندنا 2 if statement داخل ال if statement الأصلية، واحدة منهم داخل
الاف بودي والثانية داخل الالس بودي، وراح نشوف شلون هذا البرنامج يشتغل. ففي البداية هني راح نسأل هل الجندر اللي هي خلينا نقول الجنس هل هو واحد مثلا يمثل ذكر، فإذا كان هذا يساوي واحد روح تشيك على العمر هل هو أصغر من 21 ولا 21 وأكبر. إذا أصغر من 21 راح ياخذ خلينا نقول البوليسي مالت التأمين راح تكون عالية بالنسبة له 5%، لأن احتمال إنه يسبب حوادث مثلا أكثر. لكن إذا كان هو ذكر والعمر مو أقل من 21 أو 21 وأكثر، فهني مثل ما نقول هو بدأ يركض، فبالتالي نخفف عنه التأمين وبالتالي راح يكون 4%. لكن إذا كان الجنس مو ذكر أنثى، فبالتالي راح يروح حق الألف، ما راح ينفذ الأشياء اللي داخل الأف بودي، فراح يروح حق الألف ويسأل السؤال الثاني هل الأيج أقل من 21؟ إذا كانت أنثى لكن أقل من 21 هي راح تدفع أو يعني تأمين أكثر من لو كانت أكثر من 21، فتدفع 4%. لكن لو كانت أكثر من 21 أو 21 راح تدفع مثلا 3%. فهذا البرنامج يحدد قيمة التأمين اللي راح يكون بناء على الجنس بناء على العمر. عقب ما نخلص بس راح نطبع البوليسي ريت إيش كثر صار، راح نعرف احنا تقريبا هني والمفروض كل واحد ايش كثر راح يعني يحصل. فبالتالي احنا راح ناخذ بعض القيم اللي نشيك عليها ايش كثر راح تكون قيمة التأمين. فلو رحنا الشاشة السوداء نقول له جافا سي، نقول له دوت جافا، نروح نمسح الدوت جافا، نمسح السي ونسوي رن. فخلنا نجرب في البداية جندر نحط له واحد، ناخذ الشرط الأول ونحط له أنه أقل من 21، خلنا نحط له 19 مثلا، بالتالي المفروض يعطينا 5%، فقال لي البوليسي ريت 5%. خلنا نسوي رن مرة ثانية وناخذ الشرط الثاني أنه هو ولد لكن أكبر من 21 أو 21 وأكبر، فالجندر نحط له واحد ونحط له مثلا خلينا نقول 25، فبالتالي المفروض يعطينا 4%. زين لو اخذنا الجزء الثاني من الاف الاولى اللي هو الجندر يساوي 2، فلو اخذنا واحده مثلا اقل 18 فراح تدفع 4% لانها صغيره، لكن لو بعد ما تكبر تصير 21 او اكبر فنحطها 2 هني ونقول خلينا نقول عمرها 23، فبالتالي تكون 3% من التأمين. طبعا واحد لو بيشيك زيادة على الصحة ممكن يشيك بعد كذلك على القيمة 21 في كل حالة من الحالات عشان نتأكد ان 21 اعطيناها قيمة صحيحة.